السلام عليكم. اليوم نعرفكم بهذه الإقامة السكنية الرائعة التي تقع في ولاية باتنا، وفي باتنا يعني في مدينة باتنا، وهذا المحيط يعني معماري عام يعني جميل جدا. حبذا لو يعني هذا النوع من السكنات تعم مدننا وقرانا في الجزائر الحبيبة. نحن نشجع هذا النوع من السكنات، وكذلك لو حبذا لو نشجع المطورين العقاريين حتى الأجنبيين يجوا يعني يطوروا هذا النمط العمراني في الجزائر. يعني أكيد لو يعني تتعدد العروض وتكثر العروض يعني في الميدان، الأسعار سوف تهبط لا محالة. إن شاء الله إن شاء الله يكون فيها خير، وإن شاء الله ليكون فيه الوعي لدى المسؤولين والمطورين للمضي في هذا الاتجاه. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم. Thank you.